واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إشار لنا وحنك بالله بين آيات لباتن ينجح إلى آيات أفرتنات من سورة الأنفال. سورة الأنفال وحينا صورتي وحينا صورتي غزوة بدر غزوة لبوكا ربحي وحقي باطل بوكا لهاين وباطل بوكو بركورين شادي يرادون بقولها كل من أهو بيتن كأسكاتي مركاين بكت البيتي إبا سبدا المدعين. فقال سبحانه وتعالى نعمته ورغون نعمي المؤمنين النبي محمد نقاميها كياي وقال قيب كمد الشيء اللهم اركبوا حولي واشكروا حصوصك تقادم معناه وي قلب قفاية وي وكشف ليه كده قردان واذكروا حصوصك وكشف ليه إذ وقت أنتم يجنك قليلا تد يرقى ذا إليه مستضع كونا والله ضعيف تضعه ضد عفاء الله وفي الأرض بيك جحيث أرض مكة تخافون أكعب سنيسان أن يتخطفكم الناس إن تتكلم بابا فأواكم ألئين دمي ومدينين دمي وأيدكم ألئين فأتكي بنسل كبير كبيرين كبيرين ويرتعي أكا أكاتين روكي وينا ورزقكم ألئين فأرزاق من الطيبات وحلال ووناسا وغنيمة أي كمتاين لعلكم تذكرون شيء رسول الله الله سبحانه وتعالى مؤمنين وحفظون سنية إلهي برواقه وبرواقه يفتح لمعفظ سنية الله سبحانه وتعالى وادي ريلين وضد يبقى ضعيفة وطبط درنبا رهيدين مكة مكة جوتين الله سبحانه وتعالى وكدين بديي وضد عفظ درنبا المقصين وحكب قيسين إلا إذن بابه وهذه وراء بابه المقصان الله وكدين بديو تربى لنبو إذن بيالي لما كان ميل من ذي آمنة ويقول حكم تعالى لقى الله لما كان يتبوى اتمادانا الله بعيدين كالكاري خزقين ألا وعيدين واشعي وغنيمة لبالدين حلالين تاس مرقب هاي ذوبنا لي النعمة ذات يدعى وأصدح النعمة هاي ذوبنا لي وإذا الحرشي الله سبحانه وتعالى مدينة كاليين هالقبل بجزيرة العرب وأن كثار الشركة كثار وهالقبل والله قوة هاي ذي السلام قوة عقلي والله ولا حياة بالنين هو حجيب ذو الضلالين وحزلات الصوم قال النصيب والنعمة وين وين وحوية قرآن الكريم كألا هذه السنة بركة شركة قال الله قال الله إيه قرآن الشيخية دقال ما هذه السنة إسلام كفيدي في السنة دقال ما هذه السنة حلو هذه السنة قرآن الكريم كأي دعوة إيه ولا هذه إيه شوان دعوة دقال هو سيقار وضعاء لكن في دين تدين إسلام كو حلو هذه السنة نبتجلي واذكروا حصوص نادى اللي هو قلب بقوهية إذ وقت أنتم إذنكم قليل آدي رايدين مستضعفون الله الضعيف صدق والضعيفين في الأرض بلك جهديث تخافون حالاء كب قيسار أن يتخطفكم الناس إن تدفوا إذن بوضو والدبي إذن يبا عليل اللي إذن جليو فأواكم ألوو إذن دمي ومدينة إذن اللي إذن فسحي إذن دجسي وأيدكم ألا وفقدي كؤك من أجل الجرجال كيس ومرك صوت قال ربي صوت ما دان ألا بعيد في من الجنة ورزقكم ألا وفقدي كؤك داخل من الطيبات وهو ناسن الرزق وألا وفقدي كؤك داخل وغنيمة خمس ناي وما به هو غنيمة حلال ما عاي لعلكم تذكروا رسالة شكر ذا شكر ذا لك كذا وين مرك وحوي لا شكرت من أجل لنكم نعمة كذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم مرك كذا لذلك نحن مثلهم إنه اليوم وقليل النهاية نعمة الله إن سيد سبحانه وتعالى وإن الكتب لناه بركي لشكري الله نعمة وفضلنا يا أيها الذين آمنوا ذلك المؤمنين يا شرفت لهم لا تخونوا الله الله خيانين والرسول الرسول الله خيانين حذات علي رسولك خيانتان وتخونوا وحد خيانتان أماناتكم أماناتي لكل ذلك خيانتان وأنتم يقولون تعلمون وأن أكتبوا خيانة الله كذا هي عقاب تكدع إذا أنتم أكتبوا أن الله سبحانه وتعالى قال لي رسولك خيانين معنين وحوي الله حق فرائشي وحيابه واجب أكو خيانين وهكذا كدينا رسول الله لها خيانين في مديسي ودديسي يجعي كيسي يزاعي كيسي هكذا كدينا وخيانة هذا السلع يشان أمانتي لإدين دي وخيانة
أمانة اللوجي ذو وحي أهي إني الله أطيعان الفرائش الثقافات نبي الله محمد دريق جي سلام لنا أمانة الثاسي أهي مركا علي الرسول كافي أمر كود اللي جيدو أمانة من العلاء المطل ريو أمانة الله في نوجي بي وأطلنت إني نؤلع عبدنه نبي الله محمد نقول لي النوع يا أيها الذين أمنوا صدقاب من إنتهى في عنه مقعونا سبا لنوية لا تقول الله الله خيالين والرسول رسول الله خيانيا رسول الله بريقدي فيها كلا حننا الله لفرائشي في واجباتي فيها كتبين وخيانة وتقولوا مركع خيانتين أماناتكم أماناتي اللي يقول بها يا أهيدنا ذا العابدان وأنتم يجبكم تعلمون واتفتي من الخيانة العلم لا نجين جيد ويسير من الخيانة وخوض برسان واعلموا هكذا هذا أنما أموالكم حوليهم وأولادكم عدوكين فتنة الامتحان إليهم قال لي يا بدين تيني بكور جوب سنة وأن الله ألا لعنده أكي سواها أجل أجل عظيم نوين أغوك يا ويلكم وفتنة لي أغوك يا أوله وحال لي يا با خير أطمين لهاي إني كهر جوب سنة بمثل مكي اللي هجلوني ومكان لغا هجلوني يدد فربنا بي أغوك لكتب واي وإني هجلونا دون دين كوري سيدا موافقنا dad badan ba maal koodi waxay ku bixin waayeen islaamka dadkii oo sidaas ay ku fidnoobeen marka hadda caruurta iyo haweenka iyo xoolaha waxa ka fiican ajriga Alle indhiin hayaan marka caruurta iyo haweenku geena fidnaan noqon way dhintaan noqon marka caruurta iyo haweenka iyo xooluhu fidna ma aha sidooda fidna la abuurey ma aha ee waxa weeye buuxiba ku imtixaan maya oo way soo taageen talaabo in laga qaadaan la dooni oo ay xooluhu ka hor joogtaan xaqdi عروس عقل كوفي واعلموا أولاده أن إذا أنما أموالكم حولين هي وأولادكم عروسين فتنة في تنوه السعطاء وأن الله أعلن عنده أكي سوحا أجر أجر عليم وينه وحا إسبربر يا الله عروس إيا حولها إيا أجر قال الله أيضا الله وضع منهم دوران كله مع ذلك هذا عروس إيا حولين فراها كقا لغمك هنا لكن جاي لدين تكافت لين بان كله أبي قوة عام تقوها إياه يريد دين تكافد ميني وماشا لك هذا الدين تكعت ملي سافقه أولها لك عز ملي توازن كود ويدين كود يا أيها الذين آمنوا مؤمنين كيه إن تتقوا الله الله هذا خبق دان المؤمنين ألا عابد المغطان يجعل لكم ألا وكبدين يلي فرقان المخرج لبعض تكبحيد ويدين يلي فرقان الحقيقة بعد الكلسوع ويدين فانسين لبعض هذا يبرواقضة ماشي كتير أقول لك فانسين لبك سوي صوف وصارنا سلا رضب إلى هنا قال لي في القانون سوى سلا مخرجة مكانه في إدمال كبع ذا ولكن تجد صوف وصار لا شاف رضب إلى هنا قال لي مسيني وهذا متقين القصار أقوى ذا سلا الله ويكفر وتكتري الله سبحانه وتعالى عنكم حقين سيئاتك والإيمان في نورم وتكتري وعلى واحد ما الله يدين ويغفر لكم وإذن دافع عوربي عيب في نواصله وفلانك وحاول وعيب أصفر عيب أصفر نبي الله محمد بفاء الله بريالي اللهم اصفر عوراتي وأمن روعاتي إله عبتد إذا نآم من كتك عورد إذا نأصفر الله عيب أصفر بيلي سمه ما تجم بجي سبتنا هذا ندم بيقى لفت يسوي لكاء أصفر وعدون فنيدي فقل يا حين مهي آخر نيدي فقل يا حين مهي الله سبحانه وتعالى ودم بجوا لك الله خير وأقوار ما مركز مستقين قصار تقوى نوام حي تقوى نوحوي انتسام الأوامر والتناب النوام وهي الله الأمر خبص فيه وإن أتفضل الحوثي أدوان بي يا رجل وهي الله تاتها يا بنا وإن أتفضل الحوثي تقوى الله وحا ميلك أن تقوى بك في الله ميلك الأوطاع الله جهل من فيك يا أيها الذين آمنوا مؤمنين كيه إن تتقوا الله الله تأكد بغدان يجعل لكم أن لو تريدين فرقانا مكان بحق ميلك أتكب أحدان وضباطنا وقف أحدان فرقانا بين الحق والباطل بإذنك لسرعي ووناس إباطاتك توجدتي الله وحليا ويكفر عنكم ويكفر تري سيئاتكم وحمان فيهم ويغفر لكم ذنب دينين مخلاصي والله الله سبحانه وتعالى ذو الفضل فضلك وصاحبه يا العليم الله فضل جيت وين ذكي يغفتي وذنبي له يغفى غيان خيرات تصوغ وذنب جيت ونافعي الله فضل جيت كمتاج الله سبحانه وتعالى هدو ذنب جينا إن قبل لها وحوي ما ترك على ظهرها من دابة هدي الله إذين قبل الله واحد كسبتين
قران تدل حتى تمن ولا تين ادون كدشي سوال قابيلا مركه فضل قال له وينيدي سو او حلا شيكين كن والله الله سبحانه وتعالى ذو الفضل فضلك وصاحبه هو العليم الاول معنى فضل يا كفا ايدي تعلمي الله خيرات في دين سر وطريق الحق هاي يو يدين توصي اون رسول بو يدين دين او علم دي بو يدين كاني فضل يسا قدنا للي ويدين كنا قدنا ويجب كل بكل الذين كفروا لهم بتوقع او يقتلوا نبي الله محمد بو حل لو ما يستني الى ان بدجرين في نبدجرين يا دباسه قريش او جيتن لها يسيدوا الله وغتار واذكر كشيكي بالي النبي الله محمد وخصوصنا إذ وقت يمكر بك أي كخيانين كو دبرين يمكر أي كخيانة دبرين معمولا بك عليها الذين هم كفروا قالوا ليثبتوك إن أي كحلان حقك جيان أو يقتلوك أم يكدلان وقاس خلصان أو يخرجوك أي كمساكريان وخبحيان وخبحيك هذا ويمكرون ويمكرون مكربا يقول لي مادين ويمكر الله الله المكرب هذا كم مكرين يا قاضي والله الله خير الماكرين هو وحما ملح ومكر يدبر ولم بكثر يا الله سبحانه وتعالى تسد وحي يا قريش وهو تيشن وهي النبي الله محمد شو في سيسي وهو تيشن وهي مالين بها وحاو تمن فادم هو يسا أبا محاكا ويوجوه المحل ويوهي قريش وردن وحي كتر إنه يكدلان مرأة لما كيف أركان مكتن قوي بطيب تبين مكتانيه قفل بنت كسو قيب لهاي وومي لهاي أبل ويسي كمد مرك ويسي يوقع يوم ماشي كعبد أكبر يوم ينفع عيش إذا أقار مرك كسو بحبه والله واكن بهي بدبا سارا والله با إلى لني مكاتي خوصوا دفور سبين كل يوم دشوا كغت عيشي كغشوا انتي مالكا عيدا وكسو من بلد بلوه لكل يوم بسادنا نوحى يا عين قريش الدارب نجوه يتقين مكي نمرو صحابتي سيفة صحي ويجلوه ذا جلوه المكان يسكوشه بيه بيله ان قريش ننكا نخطر بصوه ذا حدوث صلدقه هلوه وين رسو الدولة يا بيله دارب نجوه يتقين داتي بارلمان اللي قلت شنين مكي نسيه قليين بانين اوضا يهو ووين باكو صبحي وابليس وحيدا ورلوم هذا هيدا ورلوم النبي النجي على هايو إلا سيرا إسان بارمغلايو إذا يجعلني في خطر سنة يوانا يجبين السحيين يا مبين وإيهاي ما للواق الربنا والله فريسنين هل يجبين ما تعالى بالدومين يجبين ما بالدومينين من باوحه يجبين من كان عين الحجم وحباسه حال كأخذ انت مركزتين سعراتي ورغوبي ممكنين إبليس وحي لوروحة سقائي ما من كانوا ضدفر بدن أولي من صحابتي سيبا شوكتوه وحوالي ويجب انت صور رغم الماشا خبشن بدك الوالد هيك بني هاشم هون حبتي كل أور ما هي غير قوم من كلامه يلي أين الدليل؟ وحد يلي كقول يعني الحين المسافرين دول يعني المسافرين غيرنا إبليس جاي لو روح أصغر جاي ما هو حوي من كان هذا المعاني يعرف غالتي في سوت شيء شر وبرك سوت شيء زين ثم عرفت الله يسوع عرف لحتى قلنا البيت وعرفوا كانوا هذا الشيء سوت شيء سوت صار عام يا جبهين والله إن الله ينماشى لدي كفرة أبو جهل ذا شرطولي عمر بن الشام المخزون وملعون بوهاي وحيدا نوحا سوجي يديني قبيل كساء قريش ويل أن كسوا قادم حادثة والعطبنا ويل والبنى سيفة اللوديه اسكو مرها كل مياه اسكو هالمرا سيبني هاشو مركا عرب ودالله مدى قال بكلا مركا دنبا فوق بني فإني مكتي قاتاني أصدا يالله بوجي إبليس ديبو قدامي على إله سيدنا سحبوني مركيب النبي الله محمد وحاوشة يا ملك جبريل قردي ستشوبان حال جنا بطالب ومن يرى يا الله شوبة نبدا مكا وحود عاليو أبو بكر الصديق لما أنت في البرلمان نبي الله محمد عاليو قولي ماشي دي شوبة معوس عذاران ونبي قلها أبو ستلي يقو ماشي قردي بيطور فريسين نبي قوا كبر بحيو بيدين تو خاري يضوش هذا خصوصا بكل وين وضع الدم أنا وين الموتين بليش بقى إلى ناس يوشي لي أوش يا حنان بليش هبيك أوش يا حنان مركا نبي الله محمد وحلت يا أبو كرسيديك وكي قارو الثور وكي جلين قدس وكي جلين أرورتي مركا صوت وصنبع في العالي وماشي كي قول سجل يقول ديلو وإلا هذا وأني يرعالي وروي نسيك لساحيك
أن موج مالوك عيانه مهم وفي نبي الله محمد فدح لها بأن أجبتك كتير أنه ويجد في ويجاد قال بورتي وقولي قدتي قالي لقدت عار عار كوري سنتهي وعرعوه يقول لي إمالها مرمري سيجيسي سود بساقي بركاسا واحد ما كان مقالي مدع عارضا وحتى لقد سميمه مقالي بيهاني أبو بكر الصديق وكو البهاني قال لي يا رسول الله تيشنا عنه الدورة وين أركلها عرعوه بكره ما ظنك إثنان الله ثالثهما لبره والله سدحين محيط لك عند الجاري بعد ذي مجاري يقول الله سخط إن الله معنا هل كان صلى الله مكة ما نسي لما يكيه الرغوة مكة فشي قاسوا هذا هذا النجوة وتقول فشي كيبا لإيد وقت يمكر أي كو خيانا معمولين بك أدقى أي خيانا يان الذين كوي كفروا قالوا لي ليثبتوك إن يكون حرانا وعباسان أو يقتلوك في الدلال أو يخرجوك خسارانا في مسافرين وأن كيرهم نقضيني في الدلال ويمكرون ويخيانا سمين مكره سمين مكره وخيانه سهل له الدبري ويمكرون الله أن نوام فيه وعقابا يوي ألا مكريس هو عقاب والله أن لنا خير الماكرين وهو وحمكره أن نمضو وكثره يا الله سبحانه وتعالى ومكريس هو حقاب كي تنكر أمكره وإذا تطلع عليهم إذا وقتك تطلع عليهم أصد الأغرض آياتنا آياتها أنفعلية إذا تطلع مكة لبض الأغرية عليهم تشعر آياتنا آياتها لبض الأغرية قالوا وحيرنا قد سمعنا مقال وعن محمد شيغي مقال لو نشاو هدان دوننا لقلنا ومن به كري لهم بود مثل هذا كان وكري وما سمين كري لهم بود إن هذا ما هذا وحن ما أها إلا صادير الأولين كوي ورشي كبر لين دولين مويه وحكرمان من كسيدة استعمال شريوحها نظر بن حارف من كالليلة الكندي انتو لبدي دولدودي وويني اوتاو رومي فارس انتو اوتاو يبقردو ذا تاريخ كسو قولي كري ايا شيكوي مكسو قولي كري بركاتو انتو يبادو ديني كري اني محمد مكيبيا شيكا في عام يسابونا بيان نوت يوم بو كشاكي اني منو حانو كشاكي انتو بقرهبلي بقرهبلي سيسكمدو الماء بركا قرآن كاساديرت كوشي طعودن من كاسا امالح هذا لك marka waa beentooda isagoo kale waan dhigi lahayn waa beentood waa lagu careeyay waxa la yiri arla imaada suudad yar oo lamid ama isagoo kale la kaalay ama toban ayadooda lamid la kaalayay marka haday heli kari lahaayeen bilkan iyo dagaalkan iyo waxa si ay uga baxaan oo dadka u soo jeedsadaan iyaga la iman laha oo iskale yiniin in la iman kari way garanay inta ay jeeyeen ee dadka ku caada dadka masaakiinta ay ku gudbinayaan sidii waxan wax la iman kari inuu yahay dadka mootiin وإذا تطلع ملك لقد نقري عليه بالشهد آياتنا آياتها يلي قالوا وحي أرنا يا قد سمعنا ما قال يرد واحد وليه من كان لو نشاو هدان طولنا لقلنا وانبه لهم مثل هذا واحد شيء أخرى كانوا كروان شيء لهم إن هذا ما هذا كان ما إلا أصابير الأولين ذبكي هراء شيء كبر لي جولي مويان وحكى لما هدوني ويقالوا لهم وإذ وقت كشاكي هدنا قالوا أي رادين اللهم الله إن كان هدية هذا كان ونبي محمد وصاي يجا نبي ما هين هو يسوى الحق حق هدية من عندك أجال كين فأبدك مجد أشي على راس الشيء إجارة أنك عام مجد أشي من السماء السماء الحجر أوي سنا نولا إمو بعذاب العذاب لي من أحن وشيا نولا إمو بينا إلى هو حن النبي ذا محمد شيء له حق يعني إلى هو نباطين ذي يعني إنه الحق نقول وهاو رفع عليه ونبي هو شهدوا على إله وحاو رفع نجاه واتو حقيا إلا فهمسي ونظهروا لما أبدوا فيه هذا أوقع أنا معاوية بن أبي سفيان سعادي يا عبد الشمس بانين في اليمنية ظهر رأي سبا بوجي الولي غير يمنية ذات كاتو غصانو خجي أهل سن ما أرد بلو وانا من كان دوار فقر فرد سنو دوار دل غيساء الله إله ذا قريشات باكاتو غصانو وانا من كان يريد إله واتو حقيه على ابن بشير ميلاين إله واتو حقيه لفهم سيني أسكار مسلم عاول وحقان من كنوائي بالغة كنان وإذ وقت كشيكي قالوا أي لهدين اللهم الله إن كان هدوية هذا كان محمد وتا هو إستوى الحق هدوية فأمدر ومن عندك حق هذا كاء هذا فأمدر دأسي نقول كروبي معنا علي راضو الشيضة إجارة الأكعان من السماء سمال حق هذا الأكعان لك السوداء أوي كنا نوك هنا نولا إمو بعذاب العذاب أليم وحانوشية الله مركبه إليه سيدا يوى إفاء الله بريدين
الله ما يلي النبي لا محمد باشر وحنا النبي لا محمد بيشي جوبنا وأحمده وأمنه وين وما كان الله ألا معها ليعجبهم من عذاب يوافع رجل فيهم لأنه لا تشوفون وما كان الله ألا معها ليعجبهم في عذاب وهم يبون يستغفرون عن فكرات البيان المعنى هو حوين النبي الله محمد النار ومتي في العقاب ما يلي دبر بهم هاي مثلك لا انت مؤمنين دحتوك مستضعفين في مؤمنين هاي لما قفوا هذا يا استفادتين يسوى مؤمنين انت مؤمنين دحتوك انا الله عذاب هاي سبحانه وتعالى مرك المؤمنين تخصوا لما دي وفي مكب الله قفتغي في بدل وقود عاية اللي قفتغي عقاب تقود عليهم مرك يجا لفظة لو استفادتين كرينو جمديل يالبها هذين انت كعبادة كدام بيتين كرين اللهم لبيك لك لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه ولا يملك يدينشنا مركاتنا برعاء وكدا يدينشنا مركا لبيك اللهم لبيك إنت مرأة يا مرور كتوتي ورأي وقتي وذي شريك عدد قول الله ورسو وحفلها إنه إياه يدينشنا مركا يقل أفضل استغفار بي لها يا الله سبحانه وتعالى عمل صالحا إنك سوى يعني عمل صالح إيمان شر إياه هذا لا أجوك ويكون بالبادية هذا قالت وصدقتها اللي يوحنا إلا بحيان وقالت بالمرينة وقالت بالمرينة هرمت بيكو سمينة يانو وحوهي وقالت بالمرينة وعقاب تبا كتب لعيسى خيرات كاي سمينة يانو وما كان الله أن لما أها ليعذبهم في عداد وأنت عذبنا فيهم لحد وذات شوكته وما كان الله أن لما أهن يعذبهم في عدادة وهم يبنى يستقرون لفتران البيان ويالكفران كشروا عقاب كدع الميسوا هذا الربضان طوك لمكة الربك على اللي ويبيتان ايو استغفار تاهم بعد بضى اللقبة كن يلا وكن يصدح كن ايو هم بعد بضى اللقبة الى ربكم كن يزمي ديبا على اللقبة يا الله سبحانه وتعالى ابليس باوتو يلي وحا الهي وحا ديقو اقاتا انا انت يخوح لكجي فعن دون صدا مكاسو ألا يلي سبحانه وتعالى انا انا وعزتي وقلنا فانت استغفار تنيا انا انت بقو اللقبة ما الاستغفاري كيف تأمام باكتا لما أمام بالمركة لها يا الله الله محمد هي استغفارتي ومؤمنين خد احنا وشادحون ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطلبوهم وتصيبكم منهم عرفة غير عند العزيزة للفقر هذا مركي مكلم ابنوني وحديبية هي اللي شوري وأي تصنع لكم أجل مكة حديبية لكن وفي اللوتي حديثة مؤمنين oo at ku ceeboobaysan di hadaan intaad gashaan ilaa meeshii hadii meel weerar ka dhac wax walba waa la leeyahay at ku ceeboobi lahayeen walidiin fasixi lahaa oo alla leeyahay ilaa ma ka gashaa ee muuminiin baa dhigto oo ku ceeboobaysan laysan fi qeyd cilmi idin ku noogayn marka Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay inta istighfaari kito muuminiin dhigto oo bal cadaab iyo alla leeyahay wama Allahumma kam haasubnaaday alla yu'adibahum wa lahu adabun min Allahu alla وهم يبون يسدون أي كهر جوستدين علي المسجد الحرام ذلك أي كهر جوستدين وما كانوا منع أولياءه أولياء سماعها آياتنا هي اللبضة آيات دهورة أي آيات دهورة آيات دهورة وحوية إنا نؤل العذابين النبي الله محمد رسوله أما استغفار شوكته آياتنا وحوية وي مكان لكن مدع العذاب خلق الله محونا كل عذابين مسجد الحرام كينوا أي كهر جوستدين أولياء دي شيء مكان لا منع عذابين way muteen way macna marka ayadu waxay sheegaysaa Allah inuu cadaabo way muteen oo waxa ku mid ah aramkiisa dadkii mudna ay ku socdeen laakiin Allah ma cadaabo subhanahu wa ta'ala marka labada ay noo saafay ku qabanay oo ayada hore ee cadaabi ma haya inta nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kitoo iyo ayada nuxura walaa uu cadaabo min ah waxay ku qabanayaan ayada waa loo hanjabay inay muteen baa la ogeeyay oo yaa Allah subhanahu wa ta'ala cadaabtiisu ma fiin wama lahum haasub naadayo ألا يعذبهم الله أنه عذابين أنا العذاب قبرين ويمتانة وهم يقولون يسدون وحيكجي السبين كهرتي وسبين غفتي عن المسجد الحرام المسجد في فضل الله المسجد وما كانوا معها يقول أولياءه قوي المطنع مساجد كقوي أولياءه سآية لها ما مساجد فيه مطنع طبعا قال لك شايفين على فوس كفرا مسجد كي ينمسوا الرواني يقول قال لماذا أي قعدة هاي مسجد كي ينمسوا قليل وما كانوا معها أولياءه مساجد كقوي أولياء أوها يستحق أوها ما هي كوي مظلمة إن أولياءه ما أولياءه مساجد كأولياء سماها إلا المتقون قوة الله كبقر وياه ولكن أكثرهم بعد ذكر الله يعلمون السجاء المعبا إن يجيب مساجد كأولياء أوها يقول لي المساجد ولا قال لي إياها موضع
marka way soo keenayaan aabaan ku soo gaadhay hooyooyinka iyo dadkii hore ka soo gaadhay bilayo aslaanta samaysa ugu fiirsanay ila 300 iyo konstan sanama walixna sanama maalintii makka sanadkii sideedaa hijra la qortay kulja jaa alhaq wa jaa albaatilu in albaatila kana jawba nabi ila muhammad qulbu sawa tay sida ugu fiixaya sanam wal bataas ugu fiixaya in awliyaahu masjid alharam kha وليها لهم معها إلا المتقون قول الله لتبقى موياه ولكن أكثرهم قد قول الله يعلمون السيدة سنوهما الله أقول لها إنه مسجد في يقول أولا هو هيدا أقول وما كان ما صلاتهم إذا هددوا ذي يتكشدوا ذي حجل بيت بيت الكتب كان إياه إلا مكاء فور موياه إيه وتنسية سعب الدو إنه مسجد كاف تقال من فوريدنا وحيو استعماليا وشكا أهان markaas ay saacbaan ay kala dhacayaan laatay iyo cidii iyo aslaamtiina way ku dhawaaqayaan oo way u yeelanay marka cibaadada masjidka ay ku aqsamaynayaan waa midda waa kooriye saacbaadow iyo salaam loo yeelow marka sidaa dadkee kuwi masaajid kalahaa iyagu ma aha waa looga awliyeysan yahay kuma kaana ma salaatun tukashadooda iyo cibaadadooda oo dhani indal bayti kacbada adkeeda ilaa mukaa kooriyo oo tasiyata saacbaadow mooyaan فكان الله عليه فذوق العذاب عذاب قدمية بما كنتم بسبب ما كنتم شيء سببتي هذا هيدا تكفروا لكم قال سبب كفركم قال لما دي آت قال وذين سببت هذا عذاب قدمية عذاب كيدا قدمية لو حوي إن لقى تخلصي وضياء شورين اللي جيب زنبنا على إسو كعيوه عذاب كيدا قدمينا يا في آخر أنا وأوكم بي يلو أن لي سبحانه وتعالى فذوقوا قدمية العذاب عذاب قدمية بسبب ما شيء سبب كنت ما دايما تشكروا لقوة قالوا إن الذين قوة كفروا قالوا لي ينفقون ويخرش كرينا يعني أما ويبحينا يعني أموالهم فعله هذا ليسدوا إن يكهد يبتلال ربك عن سبيل الله ألا ودليل فسينفقونها حولي ويبحينا يعني ثم تكون وحيئها عليهم جسور أمواشات حسرة قومهم وعبقت هيري بها يعني ثم يغلبون والداء الثاني أولين بيقوم ما ينال جانو، أولو قوم محمد نقول، بلاش بأولين سبب حالي يبغوا واحد كله لي، مركز جسد واحد يعني، أبو سفيان، مركز نبات قال يسوي عن تدي وده ما كتر بين، فاني من في ويلش ولا لا لا، نما في أبو يوغو ولا لا يا رجال يدي رجع إدلاء، فأبو سفيان يسوي، وحيد واحد ربنا، أنا محمد وكشوا أرجدني يا ما كدوا لينا، في حاله من جال الله خلاص بتني هم نلقوا عاون. أولي بعد بعوني مرك سنة كاملة واحد كده يا أولي أي كيل هاي أنا خالك للوجود رجيو علمي للا أورورينه ويكدوا له ويكدوا واتي تجاه حاجة وقوية يا كفر بري يوم لها مدينة وتسيلا سوق تقول لي سيني واحد بيت تجاه تقال شو واحد مرك أبغى تنبر الحياة بقى صعبة تطلع لي لكن يلا أكاد صعبة أكاد تنبر هاي رسول لي la degay meel karina duudka gafurkii soo hore haddii soo hore dagaal ka dhacay laas sida u maray marka meel karina oo xagga dambe ahay qoladii la dhigo kontoleeyay ahay oo nabigu yiri xataa haddii uu cunay hadda arkaan soo bixin ya ka baxday markii aan gaaladii la sii hadii iyo la goobay wax Khalid bin Walid baan soo halka ka soo wareejiyay uu dabadan kaga tagay timir xada ka dhacay markii dambe waa kadi la isugu baaqay laga asaaday markii dambe marka xoolaha noocaas ah way xulaan hadda la sheegay way ku qasaaray buu alla leeyahay in alladina kuwa kafaru gaalo bayu tukuna waxay bixinayaan amwaalahum xoolahood liya sidu inay ka hor joogtaan dadka aan sabiil ilaahi alla wadadi fa sayum tukuna way bixinayaan xoolahi way kharash gareen thumma takunu xooluhu amwaashu waxay noqon calayn ku soo xasarta qoomam oo dee waxba uma qabanin ahay ahwal wani ku beerta ayu xukaa thumma yuqlabuna waa laga arkaa oo waxba ku tarimaayaan لنا عكلنا والذين كوا كفروا قالوا بي إلى جهنم جهنم حق إذا يحشرون الله شرم جهنم أدوك دباتك السبح كقبان يا مدى مركة تقال لما يسي تقال واجه النمى مركة اللي ينجز الله الخبيث من الطيب ذا مفسرين تقالوا حينه هو آخره هو امتاز اليوم أيها المجرمون دينه مركة جهنم الله شرم الله مفروض جهنم وغشرين يا اللي ينجز الله إنه الله كسره الخبيث كحل من الطيب كوناسن هو يجعل الخبيث كحل والله كذب بعده قاتل على بعض قاتل كلام دوشك السارة
وفيركمه يشكر الكريم جميعا دمانتهم وفيجعله يلا في جهنم جهنم أهو يلا أولئك قوة من قاتلون فوق التارون أخبر قاتل ليلة وآخره ليميز الله الخبيث من الضيون عليهم وحوى يوم تاج الخط يوم تاج اليوم أيها المجرمون قالت الصوت صعب مكما في محكك اللي ماده قال أول الوحد عابده يتساعد على ليلة مركا قوة الرح راعي قوة السلم راعي قوة وحكا لغاعبة ومدى النبي محمد بقى يصوصها هذيك ومع منافقيته التي يبان نور بقى مركا لكينا يا يوقص أعضاء إيمانيا مركا كل منافقين تنور في كبقتين وهدين إلى وقيامة والسلطة التالي ليميز الله الخبيث من الضيب معنى يدو حوي هدين إلى نواء دونكنا وحو قال لي إذن كوكا اللي في تقال وقال لي قال لي ينقفي فحن بقى في عدا في التعمل ومركي تقال فالوطع لي لمنافق يهرتوه هذي كي قال كأهار أحمان تبوسه وطنبيحه وتقال في السواء هذي يا يوم صحابتي ومسلمين تبو قهر منه ويقال السعمي يا تبكن يكون كان السعمي دان تبكن نشير إلى هاي يخوف لي ومسلمان أن يستدع إلى هاي ألا عذابك محوق بشر المرء والذين كفروا إلى جهنم يحشرون محال الله بشر العذاب اللي يميز الله من قبيل إنه الله كالصوع من الطيب كوناتا ومجرمين تقول الله صوع ويعلى الله يلا الخبيث كحن بعده قاتل على بعض قاتل كالدشي سو يلا وفيركمه الله اسكر الكريه بعدك بعد كلو كر الكري اسكر صار معناها جميعا عندما اصبر وفيجعله يلا في جهنم جهنم او يلا بس اولئك قوة المنقاتلون قوة التاربون قل وحاد سكر النبي الله محمد للذين قوة كفروا قالوا لي ان ينتهوا هدينا اليونادان وحي الصومات وحمان سيئا قال لما دي شركة ذكر الصومان يخبر لهم والله ناسي ما قد تلف وجهه ريو زمجه السمايين يقال لما دي وسق دي السمايين والله ناسي وين يعودوها دي كل نقدان دقال كالنبغة يقال لما دي كل نقدان في دائما معناها كل نقدان طبعا يحوي في دائما فقد مضت ويتك تي سنة الأولين كوي هر الله تقل قولي متري كذو الله لا تقمي ويتك يعني واتقرني سوي كذي كوي هر الله لا تقمي حقلي بياشي هره sida alla wala dhaqmay maxay ahay inuu alla cadaab ku diray ee kor iyo hoos wala la xeyn marka ay kuwan uu kan noqdaan xumaanta iyo gaalnimada kan noqdaan waxa la wajiyay intay gaalada ahaayeen ay dambi lahayn allah waa u dhaafay hadii ay xumaanta ku sii adkaystaan duwab garanaysaa sida loo gelo waxa garanaysaa way macni marka waxa nabi ilaah muhammad sallallahu alayhi wa sallam qofkii islaamnimadiisu wanaagsanaa oo islaamka wanaagsamay dambigii uu jahiliga sameeyay waa laga dhaafay قفي إسلام كأوناس سمعينين وحمان سمعينا دم بجور الجاهل كالسمعينين فالله قبلنا يا أولا الله وحلا يقول وحد كتب يعني الذين كوي كفروا قالوا لي إن ينتهوا هذي في الطون هذا نعيون هذا يغفر لهم والله ناس ما قتل بوجه بي دم بها وإن يعودوا هذي كل نقضى عن دم بي معنى فقط كيساون فقد مبط ويسا في سنة الأولي نقول هر الله دخل بوجه بي دوابا كرانا يساون الله وحلا وقاتلوهم لا دغال لما فوا لي كتو هور جيدا حتى لا تكون انت اللي هلين فتنه وفتنه اللي هلين او شركه ما شكتي دي او يكون الدين العباده دي الدين كله هذا كله دمان لله الى وحنا الله ان العابد وايه هو ده اللي دغال امرت ان قاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله النبي عليه الصلاه والسلام مركز صدح دغال با النبي لو ديرايو مدي واه الكتاب إنه كتابه حوية لدك ألم حتى يعدل الجزية عن يد ومصاخره إلى إجيبك كفوق ضلاثة لدك ألم أنه مشركين الدين لهين وواحد دين الشيخان إلينا حتى يقول لا إله إلا الله مرافقين كان أفضل بأن يقلوا لدك ألم الله والسلميان يقلوا واتدقوا معه لا تدقوا من دخلهم وكي يقلوا أفضل مويان وحرك على وقات ما يقلوا وقاتلوهم لدك ألم حتى لا تكون إلى عين أهل فتنة فتنة بأهل قف دين في سلقة فتنة يا بكرين شرك بكرين ويكون دين دين كنا وهذا كله لما تبي الله يلا وهذا فإن انتهوا هدينا يونادان وخيب صومانا خيب صونادا وحق كفة النقدان وحمان تيسكد عفان فإن الله قال لي فصير وعكا بما يعملون الله على الصنيات وقاب المريون فإن تكسر في اقتدان الله وقاب المريون فإن انتهوا تيسكد خيب صونادا نحيونادان فإن الله ألا بصير وارك بما يعملون لأ دو الله أتنى أبال في عمرو أبال مريم وإن تولوا هدي جيستان وحق كل جيستان مركي الله شعره والله ضعفه والله شرق هدي جيستان فعلموا أقانا أن الله ألا مولاكم قرقاريني يا ناسي فيني معنى وحيدي يلم هيا وان
هذا إذا كنت صوب بلاد الإصلاة عام وحاسيهم بين قنيان الله وأنت بالآخر هذا إذا كنت صوب كيسان قال لمن وحي هي لمن إله باب الإنجر قال لي خيرين قال ما يأي لما من الله لما هذا إذا وحي هي لمن هكبق نور فإن تولوا هبيت يستان فعلم وقال أن الله الله سبحانه وتعالى مولاك الناس فينا إني لهم نعم المولى نعم وحا وناسا المولى قد قال وناسا لا شبا وناسا ونعم وحا وناسا أما صيروا خالنا يواي صلبي نعم وحا وناسا المولى كالميا وناسا والله صيروا قد قال وناسا المخصوص الله وي نعم هذا المخصوص وعلى إله دينا الله سبحانه وتعالى